النهارده الحمد لله في مصر بيبني مدن جديده وبيبني حاجات كتيره موجوده، بس المدن الجديده لقينا فيها وحتى اللي احنا بنعملها بنعمل فيو حلو، بنعمل منظر حلو، بس ما فيش حاجه بتعملها. يمكن لما زمان كنا بنلعب كره في الشارع ولا بننزل النادي ولا بنعمل ده، بنشوف اصحابنا وبنعمل بيهم. بقى الجديد والتكنولوجي واننا بقينا عايشين كلنا في كل واحد في البابل بتاعته، ما بيعملش اكتيفيتي ولا بيصاحب الناس ولا بيقدر يكون موجود. فكل اللي بنحاول نعمله ازاي ببساطه جدا نعمل انشطه موجوده في المكان، انه ما يكونش مكان بس تتفرج عليه بس مكان تعيش فيه. بنعمل ان انت مش بتتفرج من الشباك على شجر وجنينه، بتنزل وتلعب جوه الجنينه دي، وكل حاجه متصممه ان الجنينه دي ازاي تتصمم انها تتخليك تنزل تلعب وتنزل تجتمع مع اصحابك، وتقدر تطلع بره الموبايل، ويبقى الموبايل بيساعدك انه بيقول لك فين امتى الالعاب والانشطه هتكون موجوده. الاستثمار بتاع المشروع بالكامل هيكون في حدود 140 مليار، ده بحجم المشروع لمده 10 سنين، ده حجم الاستثمارات اللي هتكون موجوده فيه. الانواع دايما في اي مدينه بيبقى فيها انواع، من اول فيلل لاي فيلا لتاون هاوس لشقق لكل الانواع اللي موجوده، شقه ثلاث اوض وشقه اوض، يعني دايما بيبقى فيه الانواع المختلفه، لان احنا بنخاطب مدينه، فالمدينه دي بتخاطب نوعيات مختلفه من الناس، نوعيات احتياجات مختلفه، فلازم نغطي لهم جميع احتياجاتهم. المستقبل ك 11000 فدان فيها خدمات كتيره من مستشفيات ومدارس وكل الخدمات المركزيه الكبيره، لان 11000 فدان ده رقم كبير جدا. احنا كمان جواه بنشتغل معاه على 630 فدان، ايه المناسب معانا واللي نقدر نستفاد منه من جوه المستقبل. فاللي بيسكن فيها بيقدر يستمتع بخدمات المدينه الكبيره وخدمات المدينه الاصغر وخدمات كمان الكومباوند الاصغر اللي متقسم كل واحد على حده.